الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة التي تهدف إلى اكتساب التكنولوجيا الحديثة وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل. وخلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، وجه الرئيس السيسي بتعظيم القمة المضافة من المواني على البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك في إطار خطة الدولة تعزيز وضعية مصر كمركز صناعي ولوجستي إقليمية، وذلك على النحو الذي يدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة. وصرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع تناول أيضا استعراض النشاط الاستثماري في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية من خلال المناطق الصناعية المختلفة والجاري إنشاؤها وتشغيلها في المنطقة. كما تم استعراض جهود توطين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الأخضر. شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية ملفات العدالة الاجتماعية التي تضعها الحكومة حاليا على أجندة الأولويات. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين. وخلال الاجتماع استعرض مدبولي ما أنجزته الدولة في الفترة الأخيرة في ملفات العدالة الاجتماعية المختلفة، حيث أوضحت الأرقام زيادة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وبرنامج الإسكان الاجتماعي والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالإضافة إلى رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب المعاشات، وكذلك برامج الدعم التمويني وغيرها مما تقدمه الدولة للشرائح المستحقة. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الولايات المتحدة بشرت تنفيذ عملية إعادة تموضع لقوتها في النيجر. وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ أن واشنطن تجري إعادة تموضع لجزء من طواقمها وتجهيزاتها من القاعدة الجوية 101 في نيامي إلى القاعدة الجوية 201 في أجاديز الواقعة إلى الشمال من العاصمة النيجرية. وأضافت سينغ أنه ليس هناك أي تهديد حالي للموظفين أو أعمال عنف على الأرض، مشددة على أن الخطوة مجرد إجراء احترازي. أعلنت كوريا الشمالية أنها صنعت غواصة نووية تكتيكية هجومية في إطار جهودها لتعزيز قواتها البحرية. وذلك أو ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن زعيم الكوريا الشمالية كيم جونغ أون ترأس مراسم الكشف عن الغواصة الجديدة. وأضافت الوكالة أن كيم أكد أن الغواصة جزء من جهود الدفع قدما نحو التسليح النووي للبحرية في المستقبل. أعلنت إسبانيا أن رئيس وزرائها بيدرو سانشيز ألغى مشاركته في قمة مجموعة العشرين في الهند بسبب إصابته بفيروس كورونا. وقالت الحكومة الإسبانية في بيان أن رئيس الوزراء خضع لفحص كورونا الإلزامي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين وقد أدت النتيجة إيجابية. وأضاف البيان أنه بحالة جيدة وسيواصل العمل من المنزل. وبحسب البيان فإن إسبانيا ستمثل في مجموعة العشرين بكل من وزير الخارجية ونائبة رئيس الوزراء وزيرة الاقتصاد. أطلقت الحكومة الكندية تحقيقا رسميا عاما في تدخل جهات أجنبية في مؤسساتها الانتخابية والديمقراطية. وقالت الحكومة في بيان إن لجنة التحقيق ستترأسها القاضية في محكمة الاستئناف في كيبيك ماري خوسي هوغ اعتبارا من 18 من سبتمبر الجاري. وقال وزير السلامة العامة والمؤسسات الديمقراطية دومينيك لوبلان في مؤتمر صحفي إنه سيتم تكليف القاضية هوغ بدراسة وتقييم تدخل الصين وروسيا وجهات فاعلة حكومية وغير حكومية أخرى من أجل تأكيد نزاهة الانتخابات العامة لعامي 2019 و2021.